أطلق الفنان الفلسطيني محمد عساف أغنيته الجديدة بن جدة بالتعاون مع شركة بلاتينيوم ريكوردز للإنتاج الفني، ولاقت الأغنية نجاحاً كبيراً منذ انطلاقها ووصلت لمليوني مشاهدة حتى الآن. وخلال تواجد عساف في الرياض كان لفايبس لقاء حصري معه بسؤاله عن شعوره عندما قرأ كلمات أغنية بن جدة لأول مرة. قال: شوف، حسيتها أغنية من الطراز الحديث زي ما نحكي، يمكن التيمبو هذا اللي احنا بنسمعه، يعني أغنية خفيفة، وهذا يمكن أحد الأسباب اللي خلاني أحب هاي الأغنية. حسيتها مختلفة يمكن عن الدارج في الفترة الأخيرة، أغنية خفيفة ما فيش فيها تكلف كتير، يمكن هيك حسيت انه ممكن تعجب يعني نوع من او جمهور الشباب بشكل خاص يعني. وعن سبب اختياره لجدة بالتحديد واللهجة السعودية: جدة غير، كلنا بنعرف حتى خارج السعودية كل الناس بيعرفوا انه جدة غير، ولي اصدقاء كثير من جدة بالتحديد. حبيت الموضوع رغم انه يعني الأغنية اسمها بنت جدة، بس إنه ما فيش كلمة بنت جدة بالتحديد بداخل الأغنية نفسها، فهي كانت فكرة الشاعر إنه يكون اسم الأغنية بهاي الطريقة. شوف، الموسيقى الخليجية بشكل خاص هي موسيقى أصيلة، يعني بنحكي على الموضوع الفني بشكل خاص، فيها شجن، فيها نوع من كبير من الأصالة والأغنية العربية الأصيلة، فمميزة جدا. والأغنية الخليجية يعني عملت لنا يعني تاريخ، ومن في يعني من ناحية الموسيقى العربية أو الأغنية العربية، الأغنية الخليجية لها فال طيب ومحبوها كثيرين، ليس فقط يعني على مستوى الخليج بل بالعكس كعالم عربي كامل. وبخبر حصري لفايبس صرح عساف أن عمله القادم سيكون باللهجة العراقية. حقيقة حيكون عراقي، يمكن الأغنية العراقية كمان كان لها فال طيب علي حقيقة، يمكن من أكثرهم اللي هي مكانك خالي اللي كثير بيعرفوا هاي الأغنية، كلمات اللي هو رامي العبودي وألحان علي صابر، ولدي كمان مع نفس التيم يعني أغنية كمان عراقية جديدة في الفترة القادمة إن شاء الله. خذوني يا عرب عند حبيبي ساكن في جدة، أنا مشتاق لجدة.